دعم للقطاع الصحي ومده بالوسائل الضرورية اللازمة خطوة إيجابية نحو التطور في المجال الطبي الحديث. وعليه فقد قام وزير الصحة العامة البروفيسور محمود يوسف خيال برفقة سفير جمهورية ألمانيا الفيدرالية وممثل منظمة الصحة العالمية مكتب تشاد، قاموا بزيارة استطلاعية لمقر المعمل المتجول الكائن بجوار المستشفى المركزي والذي خصص لفحص الأمراض الوبائية والمستوطنة والمعدية. وجاء وضع هذا المعمل المتجول بمبادرة من حكومة جمهورية ألمانيا الفيدرالية لتزويد وزارة الصحة العامة بمعدات طبية حديثة لمواجهة الأمراض. عاوزين نوروا الشعب التشادي اليوم شادة لهيكنا درجة، خلاص يالنا علمناهم وقريناهم وجبنا لهم معامل. المعمل ده اليوم في افريقيا ما كتير، جابوا لنا لابوراتوار كبير مره واحد وحديث وموبيل. اليوم شغل واحد كان بيجي في جنوكا ينمشوا، كان بيجي في عبشه نمشوا، كان في تيبيستي نمشوا، عنده بارتي واحد موبيل. دونك اليوم تشاد ماشي في الناحيه العلميه ده ماشي عديل، وعلى الله يجيب لنا الفيروس وكن جانا كمان نقدر نواجهه ونهجمه باذن الله. سفير جمهوريه المانيا الفيدراليه لدى البلاد سعد جاكوب هابي أشاد بحسن العلاقات الثنائية القائمة بين بلاده والحكومة التشادية، مشيرا إلى أن هذا المعمل المتجول يساعد الحكومة التشادية في جهودها لمكافحة الفيروسات الوبائية القاتلة. وأضاف أن الحكومة الألمانية تحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات.